الاستاذ يكون هنايا في باتنا وما كانش لانسبكسيون دو ترافاي وجور التلاميذ تاعو اللي هنا تسمى جور ما تصلحش من بينا احنا توحشناه بعد انتونتيان باسكو تسمى جاتش قبل الدروا دو ترافاي على الاقل تمد 8 ايام مهله وتقدر تكون اكثر. واش هو رايك في هذا يعني في الاداء؟ والله ما شاء الله كما نقولوا الملتقى هذا ما شاء الله ما كتبت يعني حوايج جدد ما كنتش نعرفهم. تفضلي. كلشين مبروك. تصفيقه. ان شاء الله نكونوا في هناك. نشكركم على الفورماسيون هذه وكانت يعني حاجه مليحه بالنسبه لي وبالنسبه بانت للمؤسسه الكل اللي حاضرين معنا وراني هنا معكم غراس مسيو شنو فيش دو ميرسي اخي وزميلي بيان سور مون كولاك جو ريميرسي بوكو بوكو بو بروف. نشكركم على هذا لا فورماسيون اللي درتها لنا يعطيكم الصحه سي لا بروميير فوا كون في فورماسيون في هذا لو جور و جيسبر بيان كو يورا بلوس دو فورماسيون ان شاء الله في الفيتور ان شاء الله. نشكر توجور لي سوسيتي اللي حضروا معنا لي بارتيسيبون كو سوا لي سوسيتي ولا لانسبكسيون ولا لي بروف اللي معنا ولا لو ديريكتور تاع لوندروا و بور جوست اون بتيت بريزونطاسيون حنا نو سوم اون سوسيتي دو برودكسيون دو كارون سيراميك تسمى روني اون كور دكسبلوطاسيون عندنا اون اني دو d'exploitation de cas pour le moment et on espère bien développer le côté management, le côté ressources humaines, le côté droit du travail avec des personnes comme vous, comme monsieur l'inspecteur, comme monsieur Hussam que j'apprécie beaucoup. On a eu le charaf de nous faire une force de travail اللي الاهداف تاع مدرسه بروسيبل يتقاطعوا مع الشركه شركتنا غران سيرام اللي هي التحسين والتحيين التحسين والتحيين في في لاميتريز لاميتريز تاع عالم الشغل وفوالا فوالا لانه الشركه تاعنا شركه غران سيرام تسعى انها تكون رائده في المجال. الامر اللي يحتمها انها دائما في السير نحو التحسين. اولا كل شيء مبروك. الله يسلمك يبارك فيك. يسلمك الشهاده. شكرا شكرا. شكرا شكرا بارك الله فيك. يعطيك الصحة بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أصدق المرسلين. في الحقيقه كانت لنا يعني مشاركه اللي يعني نقدر نقول باللي ما احناش راح ننساوها يعني رغم ان المدى تاعها قصير الا ان الفعاليه تاعها والابعاد تاعها عميقه جدا. دونك نشكر الاساتذه اللي شرفوا على التكوين هذا وبارك الله فيهم ونشكر جميع الحضور اللي راح بدون شك راح نكونوا ونشكلوا معهم علاقات مستقبليه ان شاء الله. اولا اود ان اشكركم على التكوين النوعي وزيارتكم مدينه باتنا. ما يعنيش انه لازم للمستمعين ولا اللي يشوفوا الفيديو تاعنا انه المسؤول ولا صاحب العمل ولا مسؤول المكان العمل لازم يكون ملم بكل جوانب وخاصة الأطر القانونية. لذلك كان هذا التكوين كان تقدر تقول نوعي فيما يخص قانون العمل وكل جوانبه. لذلك نشكركم ومرحبا بكم في باتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله قلت أنا نهار الأول يعني ما كنتش حاب نحضر وبعدين كي حضرت شفت حوايجي ما شاء الله والإنسان ما يحكمش يعني من والامور كامل بلا ما يدخل فيها ويشوف الناس تاعها ويشوف الامور اللي ما يعرفهمش يعني استفدنا منكم بزاف وبارك الله فيكم. تعرفنا على ناس طيبين ما شاء الله وحنا باسمي باسم شركه سيف دي جي للاحذيه ان شاء الله نعاودوا الامور هذه ان شاء الله وتتكرر ومرحبا بكم. بارك الله فيكم وشكرا.
بداية نرحبوا بكم بولاية باتنا كونكم ضيوف عندنا ونشكركم لكم منا كل الثناء والتقدير على المجهودات وعلى غزارة المعلومات اللي قدمتوه لنا بدون سونز هيزيتاسيون كما يقولوا. ايضا نجدد شكري لكم وان شاء الله تكون تتكرر تكوينات مثل هذه في الايام في المستقبل لانه كانت عندها فائده كبيره خاصه للارباب العمل ولا العاملين في مجال الموارد البشريه. وشكرا. بارك الله فيك. استخير بون السلام عليكم. حبوا نشكروا بيان سور الاستاذ الاساتذه اللي داروا لنا فورماسيون. لو كونتوني كان تري ريش وكامل استفدنا في جميع القطاعات كو سوا موارد بشريه حتى الفينانس اي كونتابيليتي. و فوالا شكرا على لا فورماسيون وان شاء الله يكونوا دوت فورماسيون. هي ما افتتش كانت تقدر. ميرسي بوكو. كانت فرصه ليا اني نتعلم حوايج جامي شفتهم حوايج ما كنتش نعرفهم انا من قبل. شكرا لكم. شكرا لمنشا اكرمتني اللي عطانا الفرصه هذه. شكرا. بارك الله فيك. بون السلام عليكم. نشكركم على هذه لا فورماسيون ومرحبا بكم خطره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله والد الله. بسم الله. السلام عليكم. نشكر الاستاذ القدير استاذنا بطاش على دعوته لنا لحضور هذا اليوم التكويني ونشكره ايضا على الكتاب المقدم لنا كما نتمنى له التوفيق ان شاء الله في مساره التكويني بالخصوص في جانب قانون العالم. واشكر ايضا زميلي واخي حسام وفتح زملائي في العمل كما نتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله في المساء ان شاء الله. بارك الله فيك عماد. العكس هذا شرف لينا. اولا زدنا تلاقينا وثانيا انت ماكش راك محسوب من العائله ومرحبا بك اي وقت وبارك الله فيكم ثاني على الاستقبال. الاستاذ كريمة هذا اللقاء ما كانش عندنا شرف يعني باش نكونوا نتلاقاو في محد العمل ولا لا بصح ربي سبحانه ما في غير خير غير الجبال اللي ما يتلاقاوش وتلاقينا وجات الفرصه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله اللي تلاقينا اليوم مع قامه من قامات المختصين في قانون العمل واللي تشرفنا باش نستضيفوه هنا في باتنا وراه في داره على كل حال. اولا هذه مساهمه طيبه تسهلنا في مجال العمل تاعنا فيما يخص تكوين الساده مدراء الموارد البشريه على مستوى المؤسسات اقليم باتنا.